فيهم هو الحقيقة نشاط الربيعي للأطفال السكريين اللي هو ترفيهي وتثقيفي. فالنشاطات بدأت من يوم الأحد واليوم ختامها إن شاء الله، ونحن عمليا بهالمركز هذا قدرنا نعمل نوع من التواصل بين الكادر الطبي وبين أهل الأطفال السكريين عن طريق نظام أتمتة للجميع المعلومات حول الأطفال السكريين بدمشق، واللي بلغ عددهم إلى الآن ما يقارب 400 طفل تقريبا. قدرنا نأمن لهم كل وسائل الراحة التثقيفية والعلاجية، وأعطينا الأولويات طبعا بتأمينهم من العلاج الدوائي وخاصة موضوع الإنسولين. هاي الفعالية هي نشاط للأطفال اللي احنا بنقوم فيه بالعطلة الانتصافية. بيقوم النشاط على أنه نحن في بيجي الطفل بيرسم بيلون، في أشغال يدوية بيقوم فيها. خلال هالنشاط اللي هو عم بيقوم فيه بنحاول نحن نوصل له معلومات عن السكري، أنه كيف بيشتغل الإنسولين بالجسم، أمتى وقت الذروة، إذا كيف نحن بنتفادى هبوط السكر، أماكن الحقن اللي نحن لازم يقوم فيها الطفل. بهالأمر نحن بنوصل معلومات يمكن كان أنه ما توصلوا بشكل مباشر، فمع الرسم والتلوين بيتقبل الطفل يمكن المعلومات التثقيفية بيكون أكثر. هذا هدفنا يمكن الأساسي، إلى جانب الشيء النفسي عند الطفل. نجي منلون ومنرسم وبيخلونا نسوي شغلات يعني، وبيعلمونا كيف ناخذ الأنسولين، وبيقولونا أنه لازم ناكل الأنسولين مشان ما يهبط السكر، وبالسكر العالي لازم ناكل دغري بعد الأنسولين، أما بالبطيء لازم ناكل بعد نص ساعة. لعبونا وغنونا وخلونا نرسم ونلون، بيعلمونا شلون ناخذ الأنسولين لحالنا ونحمي حالنا.